في موضوع آخر، تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات الحزب من أجل ما أسماه تعاقدا سياسيا جديدا. للمزيد معنا مباشرة السيد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. مساء الخير أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. هلا قدمتم لنا مزيدا من التوضيحات حول هذه المقترحات؟ فعلا، شكرا لكم على الاستضافة. كانت لنا اليوم في حزب التقدم والاشتراكية مناسبة لعقد ندوة صحفية قدمنا فيها وثيقة أنجزناها طيلة هذه الأسبوعين الأخيرين، وهي وثيقة اللي حاولنا من خلالها أن ندقق أكثر التوجهات اللي صدرت على اللجنة المركزية ديال الحزب التقدم والاشتراكية اللي انعقدت بشكل استثنائي يوم 16 مايو، والتي كانت حددت أهم التوجهات التي يعتبر حزب التقدم الاشتراكية أن على المغرب أن ينهجها بالنسبة لمعالجة آثار جائحة الكورونا، وبالضبط بالنسبة لفترة ما بعد الكورونا، أي اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، كيف يمكن معالجة الآثار السلبية جدا التي تئن منها بلادنا على غرار باقي الدول ديال العالم، لأن هذا ركود عام عرفته الحركة الاقتصادية وبالطبع بتأثيرات اجتماعية قوية. وعلى هذا الأساس اعتبرنا منذ البدء بأنه يتعين أن ننطلق من دفعة قوية اللي نعتبر فيها بأن الهشاشة اللي ظهرت في المجتمع المغربي سواء على مستوى الأوضاع الاجتماعية من خلال العدد الكبير الذي يناهي 7 مليون ديال الأشخاص اللي وجدنا في ضرورة تقديم مساعدة مالية مباشرة لهم بالنظر إلى أنها لم تكن لهم أي دخل إلى يومنا هذا، إضافة إلى الأوضاع ديال المقاولة المغربية التي توجد في وضعية كذلك صعبة وصعبة جدا، ضف إلى ذلك الحضور القوي للاقتصاد غير المهيكل الانفورمال اللي كذلك اليوم يوجد في وضع صعب إلى جانب المقاولة الرسمية والمقاولة اللي كتنشط في العالم ديال الاقتصاد الرسمي. فعلى هذا الأساس اعتبرنا أنه من الضروري أن تكون هناك قفزة قوية للدولة كتلعب فيها واحد الدور ريادي، دور محوري، الدولة على أساس أن تكون دولة موجهة، دولة تقنن الاقتصاد، دولة قوية ولكن كذلك دولة ديمقراطية ودولة اجتماعية التي تأخذ كذلك بعين الاعتبار الحاجيات الاجتماعية الأساسية اللي مطروحة بشكل كبير في بلادنا. وانطلاقا من ذلك اعتبرنا انه هذه الجوانب كلها لا يمكن ان تجد المدى لها الا من خلال مواكبتها بتوسيع الفضاء الديمقراطي كذلك والرفع من القدرات ديال المؤسسات الوطنيه لتطلع بدورها الكامل في تدبير هذه المرحله. واذا تضافرت كل هذه الجهود بقياده رشيده وحكيمه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس وبمساهمه فعاله للقوى الوطنيه الجاده الاساسيه، بامكاننا ان نواجه هذه المرحله على اساس تعاقد سياسي جديد. على ماذا يقوم هذا التعاقد السياسي الجديد؟ يقوم على بداية بعض المقترحات السريعة المستعجلة اللي خصنا نتخذها اليوم. علاش؟ لأنه يتعين اقتصاديا دعم المقاولة المغربية باش نحدوا من مسلسل الإفلاسات وباش نحافظوا على مناصب الشغل. إذن أن تكون هذه المساعدة مرتبطة بواحد الإحصاء واحد التشخيص اللي دار لوضعية هذه المقاولات في قطاعات مختلفة، واحد التعاقد معها على أساس أن المقاولات التي تحافظ على جزء وثم على كل المناصب ديال الشغل في أفق معين ولما لا اللي كتمكن أنها بعد فترة أنها تزيد في المناصب ديال الشغل، فكيمكن الدولة دعمها طبقا لتوجه معين حسب القطاعات المعنية. إضافة إلى ذلك نعتبر أن هناك إجراءات اجتماعية وصحية أساسا سريعة، أساسا تلك المرتبطة بتفعيل تعويض عن فقدان الشغل اللي موجود اليوم ولكن اللي ما مفعلش
بشكل كبير كثير من الناس الأجراء غيفقدوا الشغل وغيوجدوا نفسهم في وضعية ديال الهشاشة المطلقة بالضروري. فبالضرورة هناك ضرورة لتفعيل هذا التعويض. إضافة إلى ذلك نعتبر أنه حفاظا على سلامة الجميع خاصة في فضاءات العمل يتعين تطوير كل الإجراءات. وجودك معنا أستاذ بن عبد الله، يعني ما هي بقية النقاط؟ يعني النقاط الأخرى التي نتكلم فيها هي أساسا ثلاثة ديال النقاط محورية كبيرة. أولا الضخ نفس جديد في الاقتصاد الوطني لإنعاشه من خلال واحد الدور ديال الدولة اللي يكون محوري في تحديد الأولويات في توجيه الاقتصاد، من خلال استثمار عمومي اللي يكون قوي، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية ممكن اللجوء إليها أساسا عبر اقتراض وطني داخلي، من خلال مراجعة كذلك الدور ديال الدولة على مستوى ضمان المقاولات الوطنية اللي في بالنسبة لتعاملها مع الأبناك باش تمكن من إمكانيات مالية باش هاد المقاولات ما تطيح شي في الإفلاس، إضافة إلى آليات اللي تضخي واحد نفس في المجالات المختلفة في الجهات المختلفة من خلال أوراش كبرى على مستويات مختلفة. ثانيا اعتماد مقاربة مالية وميزانياتية جديدة بالنسبة دائما للدولة، وبالنسبة للميزانية الاحتمال ديال أننا نوسعوا شوية العجز المالي كما ستفعل مختلف الدول في هذه الوضعية دون السقوط فيما يمكن أن يؤثر سلبا على التوازنات المالية الكبرى. نعبئوا الموارد ديال التوفير العمومي اللي يمكن نحصلوا عليها باش نمولوا الميزانية في مجهودها، نوجهوا سياسة ديال الاقتراض نحو تمويل الاستثمار العمومي. كذلك نعتقد بأنه بالنسبة للجانب الاقتصادي بقي فيه كثير من الاقتراحات الأخرى مرتبطة بقطاعات بعينها اللي خصنا نقويها مثل الصناعة، مثل الاقتصاد الرقمي، مثل المقاولة في دورها. يعني وهنا بشكل سريع النقطة إلى سمحتي والثالثة النقطة الثانية النقطة الثانية هي اقتصاد هي التأثيرات الاجتماعية، أي أنه اليوم يتعين أننا نأخذ إجراءات من أجل القضاء على كل ما هو هشاشة فقر، أننا نقرب العدالة الاجتماعية هادشي، وأننا نعشو الثقافة هادشي كيقتضي أننا نوسعو التغطية الشاملة الاجتماعية، أننا نوسعو التغطية الصحية، أننا نستثمرو في المدرسة العمومية، نستثمرو في المستشفى العمومي، أننا حقيقة نتخذو إجراءات باش نوضعو الإنسان في صلب المسلسل التنموي. ثم ثالثا نعتبر بأنه هناك فضاء أساسي اللي هو الفضاء الديمقراطي الذي يتعين أن ننميه أكثر من خلال تقوية الدور السياسي للحكومة، تقوية دور الفاعلين، تقوية دور البرلمان، توسيع الحريات الجماعية والفردية، وكذلك الإقرار بالمساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بأوضاع الشباب. بالطبع كنت سريع جدا في تقديم كل ذلك. مضطر لمقاطعتك، شكرا جزيلا لك سيد نبيل عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. أكيد ستكون لنا يعني محطات أخرى لنناقش معك كل هذه النقاط التي كنت تتحدث عنها وهذه المقترحات الجديدة التي أسمتموها تعاقدا سياسيا جديدا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.